انا ما رانيش مع هذه تاع تحديد سعر المهر. هي نورمالمون واحد ما يشرطش في المهر باسكو شغل الواحد يطلب الهنا واش يقدروا مالين العروس يديروا يديروا العروسه. هذه هي انا والله ضد هذا الشيء هذا باسكو المهر العروس 100,000 دينار جزائري يعني والله شيء يعني مؤسف يعني غالي بزاف باسكو كاين ناس مساكن اللي ما لحقوش ما عندهمش يعني باش امكانيات باه ينجم يعني يسدد هذا المبلغ هذا يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فان لم تفعلوا ذلك تكون فتنه في الارض وفساد عارض. لا خويا انا جو سوي كونتر باسكو كاين ناس قلت لك يعتبروه باللي المهر هو اللي بين قيمه المراه عند الراجل بصح هذا لا كشغل الانسان ماشي غير بالدراهم باش يعرف قيمه مرته. 10 مليون بزاف 10 مليون او مو 5 مليون كيما يقول لك انسان يقدر كيما يقول حنايا شغل شويه كشي واحد كاين اللي موش خدام كاين موش قادر كاين فيها بزاف امور ما عاد تحت راه فيها تاني خساره وحده اخرى هذه صاله هذه كدار كيف كل واحد كيفاش في الحريه كيما يقولوا لا كيما يقولوا لا تكلفه الا بمقدور الا بمقدور الانسان واش يقدر هذاك هو واش يقدر هذاك هو ما يغلولوش في المهور ما يغلولوش. راني ضد باسكو الانسان واحد كل واحد ومقدوره واحد لو فات كي ينوي الحلال ويجي قاصد الدار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تسهلوا في هذا الامر ما تصعبوش. ترى هذه خير من المال باسكو المال بعد يجي كاينه يقول لك السعاده باش تجي بعد لهنا خو لو بونور يفياندرا ابري سي سا لو تحديد سهل المال نو كاين اللي ما يقدروش جو فيغ ما كل واحد على حسب مقدوره هو ليسونسيال نيتو صافية تكون تسمى بيسك الحق حدا باب الدار الطفله دونك سي نيتو صافية وسي هو الحلال داهم والو لهنا هو الصح درا مش راح يديروا لك اي صح عاود لها عطاها 50 مليون كاع 100 مليون اي ابخي المارياج انا سمع بهم دو زون خلاص طلقوا خلاص ما لا ماشي صح دراهم لهنا ولا غير لهنا هو الصح. انا بالنسبه لي مليح يحددوا سعر المهر بصح ممكن يتنازلوا يعني انه يحددوه بمبلغ اللي ما قدرش مليح يتنازلوا له واذا كان هو حاب يدفع ثاني اكثر مليح. المهر هو موجود من زمان النبي صلى الله عليه وسلم من زمان يعني من زمان الزواج هذا كان موجود عنده المهر يعني ماهوش زواج هذا المهر حاجه جديده ماشي عاده جديده. فيما يخص تحديد سعر المهر نو ما جو سوي كونتر تما واش مد هذاك هو فوالا اكزاكتومون المهم لهنا وعلى حسب في الدين معروف يعني وما اتى به الرسول فخذوه وما نهى عنه فاتركوه يعني دوكا واحد يحدد المهر يعني باش يتزوج هذا يعني ماهوش في الدين تاعنا وماهوش في يعني في السنه تاعنا كل واحد وكيفاش وهذا على حسب مقدوره اكزاكتومون انه حق المراه مليح يعطولها مهرها بصح انهم يحددوه كل واحد كيف يقول لك مليح يحددوه يعني ب 10 ملايين ولا ومن بعد اذا كان الرجل يعني ما عندوش هذه ممكن يتنازلوا له شويه اما معظمها يعني ما كاينش اللي ما عندوش 10 ملايين في هذا الوقت. وشنو يكونوا دي كونديسيون سي فري يكونوا دي كونديسيون لازم يكونوا مي كيسيون تاع المهر ولا كل واحد ومقدوره باش يروح يسلف ولا مسكين يروح يزير روحه باش يجيبه لك ما يجوش حرام ديجا ما حتى ربي ما يباركش في هذاك الزواج.